عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني. الوزارة أوضحت أن العقوبات الجديدة تستهدف وزير النفط الإيراني وسبعة أفراد وعشرة كيانات بالقطاع النفطي في البلاد، تشمل وزارة النفط والشركة الوطنية للنفط وشركة الناقلات في إيران بسبب دعمها الحرس الثوري وتمويلها فيلق القدس التابع له. العقوبات الجديدة تأتي بعد أيام قليلة من الإعلان عن عقوبات أخرى طالت السفير الإيراني في العراق إرج مسجدي لأنه يستخدم منصبه كسفير لإخفاء التحويلات المالية لصالح فيلق القدس الإيراني، كما أنه يشرف على برنامج لتدريب الميليشيات في العراق ودعمها، فضلا عن أنه قاد أو دعم الميليشيات المسؤولة عن الهجمات الصاروخية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق بحسب الوزارة الأمريكية. في المقابل فإن وزير النفط الإيراني استنكر العقوبات الأمريكية الجديدة مؤكدا أنها رد فعل على هزيمة واشنطن في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، بينما يرى مراقبون أن الأمر يرتبط بسعي واشنطن نحو تفعيل آلية سناب باك الخاصة باستعادة العقوبات الأممية على إيران بعد قرار مجلس الأمن الدولي رفع حظر الأسلحة عن طهران، كما يتعلق كذلك بالسعي الأمريكي لمحاصرة وتحجيم الدور الإيراني في الشرق الأوسط ووقف دعمها للميليشيات الموالية لها في المنطقة أو تقليصه إلى حد يقلل من قدرة هذه الميليشيات على إثارة الفوضى في المنطقة، لا سيما في العراق واليمن وسوريا ولبنان. وبحسب محللين فإن الإدارة الأمريكية تحاول توظيف العقوبات ضد إيران كورقة انتخابية تظهر من خلالها إحكام ترامب قبضته على الملف الإيراني الشائك كواحد من أهم ملفات السياسة الخارجية الأمريكية، ولفرض واقع جديد من العلاقات مع طهران قد يصعب تغييره ولو تغير ساكن البيت الأبيض.